السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نتكلموا على كيفية وطريقة تكبير حجم الرام ذاكرة وصول عشوائي في الحاسوب أو الكمبيوتر تاعنا عن طريق كلي يو اس بي أو كارت ميموري اللي عندنا. قبل ما نطرقوا على الموضوع مفضلكم شاركونا في القناة بال تعليقاتكم بلاي لايك وشكرا. على بركة الله نبدو. أولا لكي نستعمل كلي يو اس بي كإضافة لذاكرة الوصول العشوائي لارام، أولا نتحقوا أنها نجم نستعملوها. كما قلنا نجم نستعملوا كلي يو اس بي أو مفتاح يو اس بي أو ذاكرة كارت ميموري. نبدو نشوفوا كان ها هو احنا حطوا الكلي يو اس بي تاعكم في الحاسوب، ضغطوا بالفأرة على اليمين ونروحوا نشوفوا مي بروبريتي، ونجيو هنا غادي نستعملوا ريدي بوست. كما تلاحظون هنا غادي خرجتنا باللي الكلي يو اس بي تاعنا نجمو نستعملوها باش نكبرو حجم الرام تاعنا. باش تكون على بالكم هذه الطريقة غادي تعاوننا اما في كي نكونو نخدمو تطبيقات او دي زابليكاسيون في الحاسوب تاعنا، نخدمو نحلو بزاف لي زابليكاسيون. كما تعرفوا بلي عندنا الميموري غادي لارام كي تخدم بزاف لي زابليكاسيون غادي تقلنا الحاسوب تاعنا، او ممكن كي نكونو كاين لبعض الناس يلعبوا دي جو لي جيمر تاني ينجمو يستعملوا هذه الطريقة ويكبروا الحجم لارام ديالهم. كما هنا عندي داير ان كلي يو اس بي تاع 2 جيجا ابري، نجم نستعمل هذا. لو تحققت باللي كلي يو اس بي تاعي او نستعمل لا كارت ميموري نجم نستعملها. دروك شنديرو؟ نعاودو نبلعو، نعاودو نولو الكلي يو اس بي، نضغطو على اليمين، روحو فورمات. الحاجة الأولى اللي نديروها كي نتحققو من الكلي يو اس بي الفورماتاج هو بسيستم دي فيشي ان تي اف اس. ديرو ان تي اف اس، ان تي اف اس فورماتو ديما. ما تنسوش لكن عندكم لي فيشي او لي دوني في الكلي يو اس بي قلعوهم باش ما تخسروش هذوك لي فيشي تاعكم، البيانات والصور وكذلك قبل ما تفورماتو. ديرو ديماري. وي انا الكلي يو اس بي تاعي خاويه. سي بون كملت فورماطاج. بعد ما قمنا بالفورماطاج تاع كلي يو اس بي نعاودو نولو كليك دروا تاع عند الماوس بروبريتي، نروحو ريدي بوس. غادي تشوفو دوبلي طحنا ونكوشو او على يوتيليزي سو بيريفيري، نكوشو على هذه لوبسيون، نضغطو على هذه لوبسيون يوتيليزي سو بيريفيري. وهنا نجمو نخيرو شحال تبغي تزيد من الحجم تاع الكلي يو اس بي. انا غادي ندير ماكسيموم كيما انا قلت لكم عندي 2 جيجا، كاين اللي عندها 16 ولا اللي عندكم استعملوه. هكذا ندير ابليكي اوكي، وهكذا دوك لاكلي يو اس بي تاعي راهي تستعمل كإضافة للرام اللي موجودة في الحاسوب. وهذه طريقة جيدة باش ما نروحوش نحلو الحاسوب ونزيدو إنك إضافة للكارت، ودي فوا ما يكونش عندنا المساحة باش نبلاصو إنك واحد أخرى. هذا ويندوز عطاتنا هذه الفرصة باش نستعملو الكلي يو اس بي تاعنا. ولا بغيتو تشوفو الفرق بيناتهم جو هنا ديرو جيستيون ديتاش
وتجي هنا الميموري 76 كيما انا تستعمل 76% من الرام تاعنا على هذاك زدت لها واحد 2 جيجا تاع الرام تاع لاكلي اس بي. هنا مادام لي زابليكاسيون والتطبيقات يخدموا مادام الميموار غادي لو بورسونتاج يطلع. لذا من احسن استعمال هذه الطريقه باش تعاونكم باش تخفوا الحاسوب ديالكم. وفي الاخير نقول لكم وباش تنزعوا هذه التفعيل هذه تاع ريدي بوس تعاودوا تولوا كي تكملوا من كلي اس بي ما تقلعوش ديالك تجو عند الكلي اس بي بروبريتي تجو ريدي بوس نو با اتيليزي تعاودوا تكورسو وديروا ابليكي اوكي باش تنزعوا هذيك الخاصيه. وهكا من بعد تولي دروك كيما ولات مفتاح يو اس بي. نشكركم على المتابعه نتمنى استفدتوا من هذا الموضوع. شاركونا بتعليقاتكم لي لايك و لي زابوني في القناه. وشكرا. السلام عليكم.